السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يا هلا وسهلا، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعين ومشاهدين قناة سعودي أوتو. حلقة اليوم خاصة وحصرية، نحن متواجدين هنا في منتزه إكسكويري للطرق الوعرة والمغامرات في جبل الغاية المحية في الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وإذا حابين أي معلومات إضافية عن السيارة إينوس جراندير، أدخلوا موقع saudiauto.com.sa وعبوا الاستمارة، وإن شاء الله حنلبي بطلباتكم، أو في خانة التعليقات أتركوا استفساراتكم وإن شاء الله حنجاوب عليها. حاعطيكم نبذة مختصرة عن شركة إينوس أوتوموتيف. في عام 2017 رئيس مجموعة إينوس جيم برانكليف، وهو من عشاق السيارات وحب خوض المغامرات المعروفين، شاف إنه سوق السيارات مش موجود فيه سيارة دفع رباعي عملية بأداء عالي، ومن هنا جات فكرة إنشاء شركة إينوس أوتوموتيف، وجاب مجموعة من خبراء صناعة السيارات المحترفين، وكان الهدف هو ابتكار مفهوم جديد عشان يطوروا سيارات الدفع الرباعي وتصنيعها. وهنا جاء دور ديريك هيلمان الرئيس التنفيذي لشركة إينوس أوتوموتيف، وشكل فريق إدارة عندهم كفاءة عالية وخبرة واسعة جاءت من أعمالهم السابقة في شركات سيارات كبيرة مثل فورد ودايملر وفوكس فاجن وبنتلي وتسلا وجي أل آر ولوتس كمان. أما بالنسبة للموردين اللي اختارتهم شركة إينوس أوتوموتيف، وقعوا مع شركة ماجنس تاير عشان يتولوا مسؤولية تطوير الدفع الرباعي للسيارة الجراندير، وشركة بي ام دبليو عشان تزود السيارة الجديدة بالمحركات. والمحاور جاية من شركة كارو ومن شركة جاستاب، جاء هيكل السيارة اللي جاء على شكل سلم، والتروس الأوتوماتيكية من 8 سرعات جاية من شركة زد اف المعروفة والمشهورة، والنظام التعليق جاي من شركة ماجنا. من مزايا السيارة الجراندير إنها تجمع ما بين الطابع البريطاني المليان بالقوة والتصميم الألماني اللي دقته عالية، عشان تصير سيارة دفع رباعي شركة إينوس بتقول أدائها عالي وما في السوق سيارة تنافسها. والشيء الثاني، هذه السيارة هتيجي بنظام دفع رباعي دائم مستمر، والمواد اللي استخدمت في صناعتها جودتها ومتانتها عالية، وسعة التخزين فيها كبيرة، وصيانتها وإصلاحها حيكون سهل. السيارة مصممة بهيكل على شكل سلم متانته عالية، وتيجي مزودة بديفرنشل للقفل. السيارة الجراندير مصممة انها تتعامل مع شد البيئات وعورة وقوة، وتقول شركة إينوس انه السيارة الجراندير مصممة خصيصا لملاك الاراضي والناس اللي بيشتغلوا في الغابات والمكتشفين، واللي يشتغلوا في منتجات التزلج على الثلج والجليد، اللي يبغوا يكون عندهم سيارة باداء عالي لتضاريس صعبة. لكن خلي كل الكلام هذا على جنب، شركة إينوس بتقول إنه متانة وقوة السيارة ما جات على حساب راحة الركاب، لأنه السيارة الجراندير بتوفر تجهيزات راحة وأمان متطورة وحديثة كمان. طبعا السيارة اللي معانا هذه هو نموذج لسيارة تجريبية بيقوم المهندسين باختبارات القيادة الشاقة على الرمال والطرق الوعرة في منطقتنا في جبل الغاية والمحية في الشارقة، في حين انهم انهوا اختبارات القيادة الشاقة في جبال النمسا، وعشان يشوفوا امكانيات السيارة ومتانتها في الطرق الوعرة في الاجواء الباردة في شمال السويد. المزايا المهمة في تصميم المقصورة الداخلية للسيارة الجراندير هي تجمع بين الابتكار والطابع العملي والمتانة في نفس الوقت. طبعا لمسات التصميم مستوحاة من القوارب الجاي من منطقة أجواء المغامرة والأداء الرياضي. أول شيء أرضية المقصورة الداخلية مغطاة بالمطاط تقدر تغسله، وفيها فتحات لتصريف الموية من أسطح الأزارير والمفاتيح والتابلو كمان، وهي مضادة للموية وقابلة للمسح. المقاعد متينة مضادة ومقاومة للموية، ما تحتاج لحماية إضافية، ومفاتيح إضافية موصلة سهلة التركيب والتشغيل، عشان إذا حابب تضيف إضاءة خارجية ورافعات وونشات، صندوق الأمتع فيه خطافات، وفيك تضيف قضبان خارجية عشان تثبت أشياء أو أغراض تبغى تحملها، ومقابض كبيرة بالتابلو وأماكن تخزين كثيرة، كمثال صندوق أسفل المقعد الخلفي وصندوق في الكونسول الوسطي وعليه قفل، وحدة تخزين جانبية فيك تغلقها في منطقة التخزين الخلفية، ومنفذ كهرباء اختياري مزود بمحول بيعطي تيار 2000 واط عشان تقدر تشغل الأدوات والأجهزة الكهربائية، وكمان تيجي بمقاعد لخمسة ركاب ريكارو.
الأزارير والمفاتيح الموجودة في أماكن بعيدة عن بعض ومكتوب عليها الوظيفة اللي تقوم فيها الأزارير عشان تخلي استخدامها سهل وإنت بتسوق السيارة، وكمان ممكن الراكب الأمامي يقوم باستخدام الأزارير ويخلي سائق السيارة يركز على الطريق. تيجي أدوات تحكم لقفل التروس التفاضلية والدوائر الكهربائية والعازل الكهربائي موجودة في أعلى الكونسول الوسطي. يجي في السيارة لنظام المعلومات والترفيه شاشة تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة تعرض مجموعة أجهزة القياس الديجيتال. فيك تدخل لكل القوائم من خلال الشاشة اللي تعمل باللمس أو عن طريق القرص الدوار في الكونسول الوسطي. ونظام المعلومات والترفيه يجي فيه نظام أبل كاربلاي وأندرويد أوتو مع نظام ملاحة. عجلة القيادة متعددة الوظائف قابلة للتعديل بالإمالة والإطالة أو بالحركة بعلامات على هيئة ساعة 12. الألواح الزجاجية اختيارية تجي في سقف السيارة فيها ميزة الإمالة أو فيك تشيلها بالكامل. هذه الألواح اللي موجودة هنا. المنافسين للسيارة إينوس، جراندير، لاند روفر ديفندر ومرسيدس الجي كلاس، وممكن تحط معهم الجيب رانجلر. أبعاد السيارة الطول 492.7 سنتيمتر والعرض 193 سنتيمتر، والارتفاع 203.3 سنتيمتر، وطول قاعدة العجلات 292.2 سنتيمتر. حصلت شركة إينوس على محركين ممتازين عشان تشغل فيها سيارات الجراندير. المحركين الاثنين 6 سلندر سعة 3 لترات من BMW. الأول ديزل بيعطي قوة 246 حصان وعزم دوران 550 نيوتن متر، والمحرك الثاني بنزين بيعطي قوة 281 حصان وعزم دوران 450 نيوتن متر، ونظام الدفع رباعي دائم مستمر مع نطاق منخفض قابل للتحويل، وفرق قفل مركزي، وهو مصمم خاص من شركة إينوس ومرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات من شركة ZF. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من حلقة اليوم، ولمزيد من معلومات زوروا موقعنا saudiauto.com.sa، ولا تنسوا وضع جوالاتكم على الصامت خلال القيادة لأنه الرسالة النصية والمكالمات الهاتفية من أكبر المسببات للحوادث. حط جوالك على الصامت وقد بأمان واحترم حق الآخرين على الطريق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.